عليه. مسألة أنك انتميت إلى حزب سياسي وقطعت علاقتك بالتنظيم أجدها مسألة يعني واقعيا صعبة الحدود، إلا إذا قول لي أني أنا راني حللني المرشد من البيعة وأنني خرجت من التنظيم وأصبحت ليس لي علاقة بالتنظيم، هكذا يعني تفكيري في الموضوع. الأستاذ وأنا أتحدث عن شخصي وجهة نظري الشخصية في ذلك وتقييمي للأمر. الأستاذ يتحدث عن شعور، وفي المسائل السياسية لا ينبغي الاحتكام إلى شعور، الاحتكام إلى أدلة وحيثيات ووقائع. لا لا أدلة. لك أنت قلت لي عضو في الجماعة، قلت لك الجماعة لديها بيعة للمرشد، أنت الآن إذا بتقول لي أنا تخلصت من هذه البيعة بتقول لي راهو المرشد حلني من البيعة وأنا ليس لدي انتماء إلا لحزب العدالة والبناء فقط. هكذا هي الصورة يعني، وهذا المعروف عن جماعة الإخوان المسلمين والمشهور عنهم حتى في مواثيقهم المنشورة على النت وفي كافة وسائل الإعلام. يعني ليس هناك، إذا الأمر بهذا الوضوح، ليس هناك أي ارتباط تنظيمي، ليس هناك أي ارتباط تنظيمي أتحدث بين إدارياً؟ جماعة الإخوان المسلمين، لا تنظيمي ولا إداري ولا بين مالي، بين جماعة بين جماعة الإخوان المسلمين الليبية وخارج ليبيا. حللت من بيعتك للمرشد كنت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم، أنت أعطيت بيعة حتى تحصلت على هذه الصفة، هل أنت تم حلك من هذه البيعة حتى يمكن أن تتحدث بهذا الوصف؟ هذا سؤال صريح واضح، إما أن تقول أني حللت من البيعة وأنا في العدالة والبناء، أو تقول لي لا محل فأقول لك أنت في العدالة والبناء وأنت في جماعة، هكذا هو الشارع يتحدد وهذه هي الصورة الواقعية. ما أدري ما معنى الوضوح لديكم، لا هو لا سؤال ما ادري معنى الوضوح، لا اعتقد ان سؤاله غير هذا الوضوح. سيد لحيش سؤاله واضح جدا، هل لديك ولدي جواب واضح؟ احنا واضحين وبرامجنا واضحه. هو سال بهل هل نعم او لا، هل تقبل النعم ولا لا، هل عندك نعم او لا لجواب؟ انا قلت ليس هناك اي ارتباط تنظيمي او اداري بين حتى جماعه الاخوان شخصيا. سيد عمر انا نعم ليس لدي لا انا ولا الاخوان المسلمين الموجودين في حزب العدالة بناء ارتباط إداري. وهذه البيعة التي يتحدث عنها، هذه البيعة ليست لها أي ارتباط لا بيننا نحن كليبيين هنا إخوان مسلمين ليبيين أو في مصر أو في غيرها، ليس هناك لها أي ارتباط. هل قمت بهذه البيعة؟ أنا شخصيا لم أؤديها. هل هناك أفراد في حزب العدالة والبناء أدوا هذه البيعة؟ لا أدري ولا أظن أنه يوجد. شوف يا أخي كريم، المسألة لا تطرح طيب أسود وأبيض. معلش نحن نسأله لأن الشارع الليبي يريد أن يفهم ما هو حزب عدالة وبناء، ما هي ما هم بخلونا نوضحوا. أنتوا أسألوا إحنا خلونا نوضح. طيب أسألك فقط طيب. هذا شعور ومن ثم هذا شعور. أنت تعرف يا أخي الآن ينسب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنا لست هنا في مجال الدفاع عن الإخوان المسلمين. طيب. جيبوا جماعة الإخوان المسلمين وقولوا لهم هذه الأسئلة. طيب. لكن خلينا نقول لك حاجة إذا سمحت. ينسب الآن هدم القبور ينسب للإخوان المسلمين، ما يحدث من تسلح واحتراب في الشوارع وطولة لحية وما إلى ذلك ينسب للإخوان المسلمين، تمزيط شو اسمها شعارات وصور مرشحين ينسب للإخوان المسلمين. هذا طبعا هذه بعض قد يقف وراءها ناس، لكن في جل هذه التمات جهل بمن هم الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين هم ناس ليبيون عاديين يعيشون يحبون ليبيا، ليس لديهم ذلك التزمت، ليس لديهم هذا الغلو في التعامل مع الآخرين، هم ناس عاديين. أمس بالأمس كان هناك أو أول أمس كان هناك مهرجان انطلاق الحملة الانتخابية. طيب. وشارك في الحملة الانتخابية مع عديد من الشباب. نعم. هل تعلم أخي الكريم أن الآن عدد الشباب، وهذا الكلام موجه للشباب أيضا، عدد شباب حزب العدالة والبناء خاصة في مغازي فوق من 50%، أكثر من 50% شباب تحت 30 سنة منتمين لحزب العدالة والبناء. طيب. نحن لا نريد أن ندخل معركة مفتعلة. طيب.